كوبا أمريكا 2015 مع جيريرو. وادي كرة أنخيل دبالية، الهدف الأول ولكن تضيع الكرة. تحركات المنتخب بقيادة طبعا ماسكرانو، تدخل وركلة الجزاء، وركلة الجزاء، حكم اللقاء يدي ركلة الجزاء وفونزا ليدا انذار. ادي البرازيلي ريتشي يدي ركلة الجزاء لأنخيل دبالية مع جوارديولا. ادي أمد هنا الكرة الثابتة وركلة الجزاء. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ميسي ميسي يسجل الهدف الأول. اللي بيضع المنتخب الأرجنتيني في المقدمة والبحث عن التالي، البحث عن التالي، ولكن ضاعت الكرة إلى خارج الملعب. كرة على طول العالية، أدي الرأسية المتابعة، هدف تالي، هدف ضائع هنا في اللقطة. أوتاماندي، شوف الكرة، شوف الكرة الثابتة، وكان أوتاماندي كان ممكن يسجل هدف تاني وهدف الاطمئنان. وسط الملعب يشكل من فرانشيسكو سيلفا وارانجيز وايضا من بابلو هرنانديز. ادي انطلاقه، محاوله من روخو، عاملها حلوه لميسي. يا ولد يا ولد يا ولد، حلو حلوه الهجمه. كره الثابته في منتهى الخطوره، اليكسيس سانشيز، ولكن كره ترتد من العارضه. اليكسيس سانشيز كره التعادل في العارضة، كرة خطرة جدا، الكرة الثابتة وسجور. ادي كاستيو روميرو في دقيقة واحدة كان ممكن يجي هدف التعادل. والكرة الخطيرة هنا وامامنا، كرة جت في العارضة، وادي المرة دي الحائط البشري ينقذها. ادي امامنا اليكسيس سانشيز، وازجور امامنا اللي بيلعب في الجنب الامام ده، خطيره ولكن ضيعها كاستيو. اللاعب اللي بيحاول امامنا ارانجيز، هجمه خطيره، وادي انطلاقه، وادي فارجاس، عرضيه خطره لكن يطلع باقتدار قدام. أوسع فوز الثالث في 7 لقاءات، تعادل في لقاءين وهزم في لقاءين، والأرجنتين تحقق الأهم وتفوز بهذه المباراة الصعبة بركلة جزاء سجلها ميسي في الدقيقة 16. الأرجنتين تصبح في المركز الثالث ب 22 نقطة، دخل تشيلي برصيد 20 نقطة في المركز الخامس. هنا الفرحة والسعادة من جماهير الأرجنتين.